بيضة 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 بيض حبيبي. بيضة شقرة. رقبة البين الطويلة مثلا. بحب الجبين الواسع. ممكن بس مكياج خفيف إذا في للعمل أو لهيك. ليش بستخدمه؟ الحقيقة إنه من تجربتي إنه ما بعرف ليش بس أو يمكن بعرف بس حسيت إنه أعطاني ثقة أكثر لما كنت بلا المكياج. حسيت إنه بعد ما بلشت أستخدم الأشياء البيسك يعني حسيت إنه ثقتي صارت بشكلي أعلى. انه بطبيعتنا كأنثى بنحب الجمال يعني المكياج بضيف شيء على البنت بطريقه حلوه يعني فبحب استخدم الميك اب. معظم حياتي ما بستعمله فلما استعمله بيكون في كثير مناسبه كثير كبيره يعني مثلا عرس بخلي حد يحط المكياج. كثير انه كل المهمات والواجبات المطلوبه للذكر مش للمراه. اول ضغط كان انه مجرد ما خلصت التوجيه وفتت الجامعه ما تفوتي التخصصات اللي مش للبنات، هذا اول ضغط وصار وتسيير البوصله على انه هذا الشيء ما بينفع للبنات. بعد ما خلصنا هيك صار بيئه العمل ما تفوتي الشغل اللي مش للبنات، ما تروحي على تشتغلي بايديك، ما تروحي على ورشات الهندسيه، ما من هذا الحكي. بعدها صار يلا صار لك سنتين ثلاثه متخرجه مثلا، وين الزواج؟ يلا انه لما هلا ما مش متزوجه. انا دائما بدي اتحمل مسؤوليه، دائما عندي مسؤوليات اكثر من غيري او يعني اكثر من الاناث في المجتمع، من بيت، من مسؤوليه تجهيز بيت، او مثلا اذا بدك تتجوز انت عليك كل التجهيزات هاي، فبتخيل هاي اكثر ضغوطات. بالمقابل انه انت لازم تكون القائد. ممكن بتعرض لضغوطات من ناحيه الشغل كثير، عم بشوف ناس انه بيشوفوا انه الفتاه بشكل عام مكانها هو البيت، فانه مو ضروري انك انت تبذلي ساعات من الشغل من الوقت عشان تشتغلي، وبالاخر انه في فكره مربوطه هي بالاخر حيكون في الزواج والبيت. ضغوطات الزواج حسب قد الراتب وقد التايم فريم اللي هي فيه. بالنسبة لي الجواب أنا الحقيقة اللي أنا بآمن فيه هو الإشي اللي هي بتختاره. إن إذا هي نفسها عارفة قدراتها، هي نفسها عارفة شو بيتها بتطلب، شو شغلها بتطلب، وعارفة إنها شو هي بتحب تعمل، فإذا هي قادرة وعارفة هذا الإشي ما في مشكلة تختار الشغل اللي بدها إياه. شغل مكتبي أكيد. هلأ أنا بالنسبة لي إنه ما في مشكلة إن المرأة تشتغل حتى لو متزوجة بشغل ميداني، لأنه ممكن يكون العمل المكتبي حتى لو ساعاته قليلة بس ممكن يكون مجهوده أكبر بكتير من الشغل الميداني. هلأ لو الشغل المكتبي مثل الحضانة فور شور الشغل المكتبي، لأن الميداني ما حتقدر تحمل طفلها وتروح في المحل ولا إشي. يعني أي إشي بس تحت بند إنه يتقسم الشغل بيننا. بدري بمسح عادي، يعني واحد بيساعد العيلة اللي بيقدر عليه. بعمل إشي اللي أنا بحبه صراحة. ممكن الناس تستغرب، بحب أجلي. يعني بطبخ أحيانا، بجلي، ملك التكنيس طبعا، والشوفير قشاطة زي ما بدك. بالنسبة إلي أنا يمكن أخذها هي تختار. أي شيء تكنولوجي. تختار إشي سيف ما في قطع تبلعها، ويعني إشي كذا بدوب، يعني إشي ما في إشي ينفك وينبلع. عادي أي لعبة تكون بستاند من البنات العادي الأطفال مثل الباربي وشغلات زي هيك. بفضل أخذ الطفلة معي وأخليها هي تختار. ما عندي مشكلة تصرف علي، بس بنفس الوقت مش هخلي يعني مستقبلي وطموحي واللي انا بدي اياه وهدفي في الحياه على حسابها. لو كان ما بجيب مصدر دخل ثابت طالما هو بيعمل شيء كثير بحبه وانا ما عندي مشكله ادعمه. لا ما عندي مشكله عادي. اكيد لا، لانه احنا بالنهايه يعني شركاء، الزواج عباره عن شراكه. لا، لانه الشغلات هاي اصلا مطلوبه من الرجل مش من المراه. يا اسف، شب. بنت. شب. بنت. شاب. 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 بنت. صراحة يعني بنظري بشوف الشباب أشطر.
البنت. بنت. بنت. شاب. ايه. بي. بي. ايه. 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 هي بتختار اكثر شو بدها تكون، مخير او مسير؟ يعني برجع قديش البنت هي قادره تكون مخيره وقديش قادره تكون مسيره. الله خلقني مخيره، اعطاني الخيار لانه هو قال لي هيك، انه هو فعلا اعطاني الخيار، لكن مجتمعي بيجبرني اكون مسيره. لا انا مسيره، انا مسيره بحياتي. مسيره 100%.